السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شهوات سهلة وأفكار مفيدة. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك فيه معكم حلوة تقليدية دائما ضمن سلسلة حلويات الزمن الجميل. هذه حلوة ديال الوردة بالزبيب وبالجنجلان بسكر كلاصي، حلوة معروفة ولذيذة. غادي نشارك معكم طريقتي في تحضيرها، تبعوا معايا الفيديو حتى النهاية باش نشوفوا جميع المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو، الا كنتوا اول مرة كتصادفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك الفيديو والرأي ديالكم في التعاليق. في هذه الحلوة غادي نحتاجوا 250 غرام ديال المارغرين، غادي نزيدو عليها كاس ديال السنيده، كاس ديال العنبه اللي السعه ديالو 150 مللتر، وغادي نخلطهم مزيان تتنسجم لينا السنيده مع الزبده. نحاول نخلط مزيان حتى نحصل على بوماد. غادي نزيد عليها هنايا 3 ديال البيضات، يكونوا بيضات متوسطين، الا كانوا صغار بزاف نديروا 4. نخلطوهم مزيان حتى كينسجموا لينا مع الزبده والسكر. من الاحسن نخلطو مزيان حتى كنحصلوا على بوماد. انا هنايا ما كانش عندي الوقت، زربت عليها. وغادي نزيدوا عليها كاس ديال الزيت، دائما نفس الكاس، الكاس ديال العنبه. نخلط مزيان ونزيد نصف كاس ديال الجنجلان ونصف كاس ديال الزبيب اي العنب المجفف مقطع طريفات صغار، ونصف كاس ديال الماء الزهر. بالنسبه لهاد ثلاثه المقادير الاخيره، الجنجلان والزبيب والماء الزهر، عبرت غير بالكاس صغير. نخلط مزيان حتى كينسجموا ملينا مع بعض كاملين هاد العناصر. وغادي نزيد عليهم هنايا ساشي ديال الفاني اللي خليتو حتى لاخر مرحله في المقادير باش تبقى النسمه ديالو باينه وباش يحيد لينا الزفوره ديال البيض. وهنايا زدت ساشي ديال الخماره كيماويه، نخلطها مزيان حتى تنسجم مع المقادير. وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط. الكميه ديال الدقيق كتبقى حسب الجوده ديالو، المهم اننا ما نضيفوش في خطره واحده، نضيفو شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه وكنحصلوا على عجينه لينه تكون سهله في التشكيل ديالها، ما كتلصقش وفي نفس الوقت تكون ماشي قاسحه بزاف، اللي غتكون الكثافه ديالها كما كتشوفوا هنايا تتكون رطبه. وملي تنشكلوها ما تتشقش لينا في الجناب كما كتشوفوا الكثافه ديالها. غادي نبدا هنايا في التشكيل ديال الحلوه. غادي ناخذ ندير كريات يكونوا متوسطين، الحجم ديالهم تيبقى حسب الحجم ديال المرشم اللي كاين عندنا. انا عندي مرشم صغير، يعني درت كريات كما كتشوفوا القد ديالهم. غادي نحاول ندير واحد الكميه ديال الكريات، عاد غادي نبدا نرشمهم. غادي ناخذ هنايا الطابع تندوزو دائما في الدقيق، ضروري باش ما يتلصقش لينا في الحلوه باش كيتحيد منها بسهوله كما كتشوفوا. في اي حبه غادي نرشمها ضروري اني ندوز المرشم في الدقيق. كنحاول نضغط مزيان باش تبان الرشمه، وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الحلوه اللي عندي، اولا نعمر لاطه الاولى وتندخلوها للفران تنكملوا الكمية اللي عندنا. دائما نستمروا بنفس الطريقة.
كندخلو الحلوى ديالنا للفرن، يكون سخون ويكون شاعل على عافية، تكون مهيلة حتى كتحمر الحلوى من التحت وكتنشف. تنهبطوها تاخد شوية اللون على الوجه ديالها وعاد تنخرجوها. هذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما خرجناها من الفران. تنخليوها تدفى شوية وتندوزوها في سكر كلاصي. ضروري انها تدفى، ما تكونش مازال سخونة من الفران سكر كلاصي، تيتكتل فوق منها وتعطي واحد المنظر خايب. ضروري انها تدفى، والعكس تاني ما خصهاش تبرد مزيان حيت ما تيشدش عليها السكر كلاصي، تيبقاو طريفات ديال الحلوة ما فيهمش السكر. مهم غي انها تدفى، ونبداو ندوزوها في السكر حبة بحبة كما كتشوفوا، وتنسوسو ليها الفائدة ديال السكر. المهم هو انها غير تغبر في داك السكر، تعطي منظر فقط. وممكن ايضا نستغناو على هذه المرحلة ديال السكر كلاصي الا بغينا نقصوا الكمية ديال السكر، رغم انها تتجي في المذاق هو هذاك حيت السكر اللي درنا في الاول قليل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا، حلوة المرشم مفندة في سكر كلاصي منسمة بجنجلان وبزبيب. حلوة لذيذة تتجي هشيشة وبنينة بزاف، كتذوب في الفم ومعشوقة الجماهير كما تنقولو، كل شي تيبغيها، معروفة بالمذاق ديالها المميز. نتمنى ان طريقتي تكون عجباتكم، وان شاء الله تجربوها. واللي ما تصدقش ليه هاد الحلوى يتبع نفس المقادير ونفس الطريقه، وان شاء الله غادي تصدق ليه وغادي تعجبو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه الا كنتو اول مره كتصادفوها، وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا على التشجيعات ديالكم الدائمة. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.